السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الراس طبعا معكم من جديد. أنتم كتشوفوا الأجواء رائعة رائعة رائعة. هذا البحر هذا مدحور جمالية كاتالونيا أمبول أنا ماشي أمبول ديما كنغلط في هذوك ديال العيش بزاف الله ما شاء الله. أنتم كتشوفوا هذه بلايا دارو كاتالونيا. أنتم كتشوفوا الناس تتحدث عاد بغيت نشوفوا في هذا الفيديو لأن كنبغيش نصوروا الناس الناس في عمود الشيء في كل فيديو محترم. أنتم كتشوفوا دابا بحال راس طاب مان بلوك. مرحبا بكم. متنساوناش باللايك والاشتراكات ويلا نبداو معاكم هاد الجمالية. غنتساليكم في هاد المنطقة هادي وهاد الجمالية هادي. مرحبا وتسناو مع بلوكم الجديد. نتمناو تبارطاجيو مع الخوت ويتستمتعوا الأجانب الناس المغاربة المقيمين هنا في الخليج باش يتساراو هاد المنطقة هادي لأن فيه بزاف من المناطق إسبانيا في كاتالونيا زوينة كتحتاج الناس يزوروها. المهم حي هذا ونضرب بكم واحد الدورة في هاد المنطقة. لايك مرحبا بكم في قناة راس طامان. كيفاش عليا أنا مغوط مع الريح لكن كلشي زين تبارك الله. يلا كتشوفوا الجمالية. أنا خلي كيف ما قلت لكم في الأول خليت الناس دا مشات نقصوا الناس لأن وقت الغداء دابا الناس كاينين اللي مشاو يتغداو. دابا عاد قلت نصور لكم شوية محترم كرانا شي يكون محترم بزاف باش يشوفوا الناس دار بلايا دارو. انتم كتشوفوا الجمالية ديال هاد الفندق في الطريق. يلا نساليكم هاد المنطقة. انتم كتشوفوا الجمالية ديال هاد الصخرة باش نطلع بالسيارة من فوق ونطلع من فوق بلايا دارو. هذا فندق هذا فندق كبير. هذيك البيسين هاي جات فوق شوفوا هاد الحجر سبحان الله جات معايا مستغربة يديرو فيها. كنشوفو الجو باش نبغيو نشاركو الفيديو مع الخوت باش يوصل الناس ديال كاتالونيا ديال المستعمرة. نبغيو نشوفو شنو كاين ورا هاد الصخورة هادو. مكان شي بحر زوين نجيو ليه مرة أخرى إن شاء الله. يلا نطلعوا نشوفوا هذا المكان هذا من الفوق ان شاء الله. شوفوا الجمالية ديالو. انتم كتشوفوه تمشيو في هذا الجانب ديال الطريق هادي. انتم كتشوفوا الجمالية رائعة. هادي الفندق هذا والبيستينا من الفوق انتم كتشوفوا. شوف على الجمالية. شوف شوف سبحان الله ما شاء الله. يلا نكملوا الجولة ديالنا. ما تنساوناش بلايك لايك لايك لايك. معكم الراس طامان فلوك. يلا تمشاو نعرفوا هاد الشي ما تكيفش عليا كيف ما قلت لكم راه الريح ديال ليش 19 مع 11 في الشعب الكل. ما تنساوناش بلايك وبارطاجيو مع الخوت
جولة رائعة تكون إن شاء الله. كمل معنا هذا الفلوق. هذا نسريكم في هذه المنطقة، هذا يكون فيديو خفيف ظريف لكن أجواء رائعة. أنتم تشوفوا أفضل المنطقة هذه، وكل نهار ندير لكم حاجة. مرحبا مرحبا مرحبا. الراس طامان فلوق لايف مازال خوت. الجمالية أنتم كتشوفوها رائعة، هذه هي البلاصة. كاين تحت كاين الناس، ولكن ما بغيتش نصور عليكم لان كاين الناس لا حول ولا قوه الا بالله، بدون ولا شيء. المهم شو الاماكن المحترمه، انت ما كتشوفها في الجماليه. مرحبا 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 مرحبا، رائع والله ما شاء الله. لايك شوفوا، خذ يا شوف، خذ 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 خذ، يلا انت واصل. أجواء رائعة، هادي هي بلاية زارو كما كتشوفو، الراية الخضرا باش تعرفو البحر رائع. تحتاج زعما تجيو ليه صراحة، الناس ديال إسبانيا كنصحهم باش يجيو لهاد الأماكن هادي السياحية. عندنا واحد في كاتالونيا كوستا برافا، كلشي هادو ديال كوستا برافا ديال الحورة مازال جديد. الجمالية تكون تسوي الطيور، هذا الطيور هذا راه مرتاح هنايا. هذا كنشوف هذا البحر آخر اللي موجود هنا، غادي نكتشف معاكم ان شاء الله. شوف 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 الجمالية، أكثر رائع أكثر من رائع. هذا هو البحر دابا في الجينة اكتشفناه، هو ما عمري جيت هنايا أنا في المنطقة ديال هادي، عمري جيت لها. جيت كوستابرا بزاف البحورة، وكان عندي في القناة ديال السفر المهاجر ومغربي عايش السفاري. هاد المرة جينا للبحر هذا، نتمنى تبارطاجيو مع الخوت تكبر القناة. مرحبا، رجعت معكم، إن شاء الله يكون عجبكم هاد الفلوق هذا، ومازال باقي نرجع معاكم في المكان اللي كنت فيه باش نشوفوه من المنطقة الفوق الفوق ديال مزيان. وهذا هو البحر اللي جيت ليه دابا، نخليكم مرة أخرى ونشوفو لكم من قرب. هذا هو المقاية عام، رجعت حالي، ثم مرة ونجي ليه نتبحر فيه. انتوا كتشوفوا هذه البيسينة، البيسينة ما عرفتش عندنا الفندق اللي عندنا، وكان مرة جاية ونصوروا ليكم لأن عندنا فيه الفندق، فيه البيسينة، فيه كل شيء. الفطور عندنا راكم عارفين مع كوفيد، كدور وترزن اللي بغيتي صاحبي من بعيد، وكاين واحد يكون فيه كي غادي نديرو ليكم إن شاء الله. وهذا ما كان معكم الراس طامان، ويلا نرجعو. نتمنى لكم تسيوناش اللايك 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 اللايك، وبارطاجيو مع الخوت. يلا مرحبا، خليكم في الرجوع ان شاء الله. نرجعو نشوفو المنطقة الأخرى كيف كنت، لأن هي فاش ندوزو النهار، وما بزافش ندير لكم وجبة الغداء أو العشاء، نشوفو داكشي كامل. لايك هانتوما كتشوفو الجمالية، هادي ها دورة خفيفة ظريفة في هاد المنطقة هادي، عجباتني. بغيت نتمشى جنب من الجانب زعما من جنب الحيوطة وهادشي، هاد الفنادق زعما رائع هادشي هانتوما كتشوف. هانتوما كتشوف واحد المغارة صغيرة بنادم يجي يتدرج فيها، يدوز فيها الليالي. هانتوما كتشوف بيسينة ديال هاد الفندق هذا اللي وريتهم، ويلا الناس كتشوف
وادك جمالي انت مزعل البحر ما شاء الله. كما تشوف البيسينة جات الفوق وانا تتمشى البنادم كي طوز نهارو. زعما اجواء رائعة والطريق مقادة مريقلة كل شيء. هادي اسبانيا كما كتشوفوا الجماليه الطريق دايره وكتشوفوا البحر وهاد الشجر هذا سبحان الله دايرين لك الظل في الطريق هذا كتمتع عليا مع راسك بحال هاد الشجره هذه. شفتها حتى لهنايا وخرجت من اش نقول لك هاد الحجره ولا هما داروها والله ما عرفت اش نقول لك انها بزاله حيه لا دايره الظل ديالها عليا وخارجه من هنا وهنا كتشوفها الحيطه كما كتشوف هاد الحجرة هادي والبحر تمايا كما كتشوف الجمالية ديال الطريق كلشي نقي كلشي زين كلشي رائع رائع. ما عمرش بزاف لان وقت الغداء بنا نمشيو عاد قلت نتمشاو ونسجل لكم انا هاد الجماليه هادي كان زعما رائع رائع والله الحمد لله. ان شاء الله يعجبكم الفيديو هذا ديما معاكم الراسطة 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 مان فلوغ والله الدعم 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 بغيت منكم هاد الحجرة اللي بديت معاكم فيها وحنا مريحين ليها حنا مريحين تحت هاد الكراس هادو الزرقين وهادي هي الفسحة ديال دابا. ان شاء الله نشارك معاكم الغداء صحتكم وهذا هو الجو. عندنا البداية ديال الطريق تبدا من هنا من المدينة المدينة الصغيرة هادي ديال بلايا دارو وهذا هو الجمالية. يلا هذا هو الفلوق ديال اليوم اخوتي اخواتاتي الفيديو الثالث غيكون هو هذا ان شاء الله. ما كانت ماشي مشكل ماشي الوالد الغالب ديالنا الغدار ديالنا ونتسالاو معاكم هذه الاجواء الرائعة. كان معكم الراس طمان فلوغ ان شاء الله يعجبكم الاجواء بلايا دارو وتكون عجبكم الفلوغ. ما تنسوش اليوم سمحوا لي على الشعك وكذا الريح كاين شويه قليل ولكن كيلعب بالشعر. هذا ما كان استودعكم الله الذي لا تراه ودائع ولا الغداء تشاو.